سعيد. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا جميعا. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام سنناقش موضوع المشاريع وتمويل متناهي الصغر في إفريقيا بعد احتضان بلادنا لملتقى في ذات الصدد. التمويل متناهي الصغر إذن واشتراك الشباب والفئات الهشة من المجتمع هو موضوع هذه الحلقة من برنامج هذا المساء. نستضيف لهذا الغرض السيد سيدي أحمد بكاي، مكلف بمهام رئيس اللجنة الوطنية متعددة القطاعات لمتابعة مسار إنشاء بنك الأسرة في موريتانيا. أهلا وسهلا بكم ضيفنا الكريم. وسينضم إلينا لاحقا السيد مولاي عبد القادر مولاي إسماعيل، منسق غرفة التجارة والصناعة في دول الساحل الخمس. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة. أبدأ معك سيد سيدي، في البداية ذا اللي ينقالوا التمويل متناهي الصغر، توضحوا للمشاهدين. أهلا وسهلا، إيش مديور منه؟ شكرا لكم على إتاحة هذه السانحة يوما بعد انتهاء ونجاح موريتانيا في تنظيم الملتقى الثاني للتمويل الأصغر في إفريقيا بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة ومع اتحاد غرف جسيم ساحل. اسمحي لي أن أقول بأن تنظيم بلادنا لهذا الملتقى يعتبر مكسبا جديدا ضمن المكاسب والإنجازات التي تعرفها بلادنا في هذه الفترة. وهذا هو الملتقى الثاني. الملتقى الأول تم تنظيمه السنة الماضية في مصر، جمهورية مصر العربية. وهذا الملتقى الثاني هو الملتقى الأول من نوعه في دول الساحل الخمس. وفي الحقيقة تنظيمه في موريتانيا لم يأتي صدفة، وإنما تلاحقت مجموعة من العوامل، منها الإرادة السامية لفخامة رئيس الجمهورية للنهوض بالفئات الهشة وخلق آليات تنموية جديدة لانتشال هذه الفئات من الفقر وخلق بيئة اقتصادية ملائمة لتحسين من داخل هذه الأسر. كذلك أيضا الإرادة الحقيقية لوزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة السيدة صابية منتهى لتقديم جديد ومنجز جديد فيما يتعلق بالنهوض بالفئات الهشة وبالأسرة الموريتانية. التمويل الأصغر الذي تفضلت به كان موضوعا لهذا الملتقى، وهو شكل من أشكال التمويل التي تأخذ ثلاث أشكال. هناك تمويل أصغر أو متناهي الصغر يسمونه، وهناك التمويل المتوسط، وهناك التمويلات الكبيرة. لدينا رجوع التفصيل في هذه التمويلات الثلاثة، لكن مشاهدينا الكرام بعد منين نقبضوا هذا العنصر الذي أعده الزميل مو حمدنا. الشباب والمشاركة الفعالة في التنمية سر التقدم والازدهار، وللحرص على مشاركة هذه الفئة من المجتمع يأتي هذا الملتقى انطلاقا من أهمية امتصاص البطالة داخل الصفوف الشبابية بخلق وتمويل المشاريع ومنح القروض الميسرة والتمويلات التي تسهم في تنمية المشاريع الصغيرة وترفع من مستوى المعيشة، كما تفتح الباب أمام الشباب للمزاحمة في ميدان الحياة بمشاريعهم الخاصة والحرص على خلق الظروف المواتية لنمو هذه المشاريع للدفع بعجلة الاقتصاد للأمام وضمان حصول فئات المجتمع على حظهم المعلوم من مختلف الموارد والخدمات، هذا بالإضافة إلى دعم مشاركة الفئات الهشة في الأنشطة الاقتصادية ضمن الخطط الرامية لخلق الاكتفاءات الذاتية في شتى المجالات. فماذا عن الظرفية التي يأتي فيها تنظيم هذا الملتقى، وما أبرز النتائج التي خرج بها المشاركون، وما الخطة المعتمدة لتمويل المشاريع الشبابية، وما سقف التمويلات ومعايير الأهلية؟ أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد، ونرحب بسيد مولاي عبد القادر مولاي إسماعيل، منسق غرف التجارة والصناعة في دول الساحل الخمس الذي التحق بنا الآن. أهلا وسهلا بكم ضيفنا الكريم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم وسهلا. نرجع لكم الأستاذ سيدي لتكملة. طيب، كنت أقول بأن نجاح بلادنا في تنظيم هذا الملتقى يعتبر في الحقيقة مكسبا جديدا
وفي الحقيقة هو رهان تم تحقيقه ووعد تم إنجازه وانتظار أيضا تم الوصول إليه. كنت أقول بأن المؤتمر الأول تم تنظيمه في جمهورية مصر العربية، وهذا هو المؤتمر الثاني وهو الأول من نوعه في دول الساحل الخمس. كنت أقول أيضا بأنه ثمرة للتعاون ما بين القطاعين العام والخاص، القطاع العام ممثل في وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، والقطاع الخاص الذي ترعاه غرفة التجارة والصناعة في موريتانيا التي هي الآن بالمناسبة ترأس غرف اتحاد غرف دول الساحل الخمس. قلت بأن التمويل الأصغر الذي تفضلت بالسؤال عنه في بداية الحلقة هو شكل من أشكال التمويل، ويستهدف الفئات الهشة التي لا تمتلك ضمانات تمكنها من الولوج للتمويلات الكبيرة، وله بعدين، بعد تمويلي أي اقتصادي وبعد اجتماعي. بعده التمويل الاقتصادي هو خلق مساعدة الفئات الهشة على خلق مشاريع أو إنشاء مشاريع، تجنب محارم اللسان، إنشاء مشاريع صغيرة باستطاعتهم تدبيرها وتسييرها، وكذلك أيضا تنمية روح المبادرة لديهم، وكذلك أيضا تعزيز ثقافتهم حول ثقافة القرض والادخار. هذه عوامل ضرورية للمساهمة في العملية الاقتصادية ودمجهم هما في العملية الاقتصادية. هذا قلت بأنه كان تعهد عند فخامة رئيس الجمهورية والنهوض بالفئات الهشة. عندما تنظرين إلى الإنجازات التي تمت في الفترة القليلة الماضية ستلاحظين بأن هنالك جهود يتم القيام بها تركز على الفئات الهشة، وهي في الحقيقة جهود محمودة، وهذا ثمرة من ثمار ذلك المسعى المبارك. في الحقيقة لا أريد أن أستبق الأحداث، طبعا ستسألينني عن ما هو بنك الأسرة، وهذه هذا كتاريخ سنتطرق له بطبيعة الحال بالتعاون مع الدكتور مولاي، لأنه حقيقة هو أحد الرعاة الرسميين لهذا النشاط وأحد أيضا الفاعلين الشخصيات الوطنية البارزة في إنشاء هذا تتبع هذا المسار إلى ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. شكرا جزيلا سيد مولاي عبد القادر. كيف ذكر الأستاذ سيدي، هذا الملتقى الإقليمي الثاني في إفريقيا للتمويل الأصغر كان بالتعاون مع وزارة العمل الاجتماعي الموريتانية طبعا وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في موريتانيا بالشراكة مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة. طبعا أهداف هذا الملتقى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي العربي الكريم. بدء أشكر التلفزيون الموريتانية على هذه السانحة، وبالفعل كان هناك ملتقى قبل يومين في قصر المؤتمرات في نواكشوط حول التمويل الأصغر في إفريقيا. يعني كانت الأهداف الأساسية لهذا الملتقى هو توقيع اتفاقيتين، الأولى تتعلق بإنشاء بنك للأسرة في موريتانيا، والثانية تتعلق بمشروع طموح يسمى الوقف الأخضر. في نفس الوقت في من الأمور التي كانت يعني موجودة في هذا الملتقى هي ورشات فنية متخصصة قدمت من طرف متخصصين في مجال الصرف الإسلامي وفي مجال التمويل الأصغر، واستفاد منها كل يعني عدد كبير من الموظفين في مؤسسات التمويل الأصغر في موريتانيا وكذلك في البنوك الموريتانية، لأننا دعينا كل البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر لحضور هذه الورشات الفنية المتخصصة جدا. يعني هو ملتقى لتوقيع اتفاقيات مهمة، ولكنه أيضا ملتقى لتقديم آخر ما توصلت إليه الصناعة المالية في مجال التمويل الأصغر، وتقديم بشكل دروس يعني دقيقة وتقنية للمستفيدين، لأننا عندما نتكلم عن بنك الأسرة في موريتانيا نتكلم عن موظفين موريتانيين يجب تكوينهم. بدأنا اليوم، يمكن أن نقول أننا بدأنا في تكوين هذه الكفاءات التي غدا إن شاء الله ستبدأ يعني في مزاولة العمل في هذه المؤسسة. يجب أيضا أن نعرف أن هذه المؤسسة، مؤسسة التمويل الأصغر التي سيتم إنشاؤها في موريتانيا، هي ليست مؤسسة مثل كل المؤسسات، هو نظام يعني نظام دقيق جدا ومتكامل جدا، ويعني سيتم تطبيقه بالطريقة بالمعايير الدولية المتفق عليها، لأننا الآن نتحدث عن خبراء دوليين، ولكن غدا أيضا نتحدث عن مكتب خبرة دولي سيواكبنا في إنشاء هذه المؤسسة في موريتانيا. لن أنهي كلامي قبل أن نتحدث عن الوقف الأخضر. الوقف الأخضر يجب أن نعطيه أهمية كبرى، لأنه أيضا مشروع يعنى بالفئات الهشة في المجتمع،
وهو مشروع طموح جدا، يعني يمكن أن نقول أن بنك الأسرة والوقف الأخضر هي مشاريع متكاملة. أن بنك الأسرة يستهدف الفئات الهشة من المجتمع، والوقف الأخضر أيضا هو مشروع يستهدف الفئات الهشة من المجتمع. إذا أتحتم لي الفرصة سأشرح لكم بالتفصيل ما هي يعني حيثيات مشروع الوقف الأخضر الذي تم توقيع اتفاقيته، وسيبدأ يعني بعد يعني في غضون 60 يوم قادمة ستطرح الاستراتيجية الضرورية لإنشائه في موريتانيا. وهو بكل بساطة مشروع، كلا وطلع عليكم، مشروع يتطلب تمويلات، لكن الصيغة التي سيتم بها تمويل المشروع هي صيغة يعني حديثة ومتطورة جدا. لن نذهب إلى مانحين أو ممولين من أجل تمويل مشروع الوقف الأخضر، لا، مشروع الوقف الأخضر هو مشروع سيتم تمويله عن طريق جميع المسلمين في العالم. هو عبارة عن سندات ستوفر يعني في منصة رقمية، يمكن لأي مواطن مسلم في العالم إذا كان يريد أن يفعل الخير يمكن له أن يشتري سهما بقيمة $100، وعندما يحصل يعني وعاء، يعني عندما يحصل المبلغ المطلوب سيبدأ تنفيذ المشروع. بخلاصة، تم تنفيذ المشروع في عدة دول، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة متخصصة وهي من أقام المشروع في عدة دول. عندما بدأوا في تنفيذه في بعض الدول يعني يطلقون على منصة رقمية، نحن بصدد إنشاء مشروع وقف أخضر في دولة ما. من المسلمين في العالم يعني متصل بهذه المنصة الرقمية يريد أن يفعل الخير فليتفضل يساهم $100، وهو عبارة عن استثمار في شجرة مثمرة، ريعها سيوزع على الفقراء المحتاجين في جزء منه، وجزءه الآخر سيساعد في استدامة المشروع، ويبقى وقف الصاحب، ويبقى وقف يعني وقف لفائدة المحتاجين. عندما قاموا المشروع في عدة دول لاحظوا أن كل شخص يعني يستثمر 3 أسهم، يشتري 3 أسهم، وطرحوا السؤال كيف كل شخص يستثمر 3 أسهم. وجدوا أن الشخص عندما يشتري سهم له هو يشتري سهم لوالده وسهم لوالدته. وجدوا أن 3 أسهم يعني أن كل أشخاص الذين يحبون فعل الخير يستثمرون في هذا المشروع بهذه الطريقة. إذن صيغة التمويل موجودة ونفذت في بعض الدول، ولا تحتاج لأي تمويلات، لأن الناس في العالم الإسلامي وفي العالم كله مستعدون لتمويل هذه المشاريع. يعني $100 أو $200 أو $3 أو $300 لا تعني شيئا لكثير من المسلمين حول العالم، وهو ما يصب في خانة التكافل الاجتماعي الذي نص عليه ديننا الحنيف. شكرا جزيلا. نرجعكم للأستاذ سيدي، وتكلم عن جزء من اتفاقيات اللي تمخض عن هذا الملتقى اللي هو الوقف الأخضر وبنك الأسرة. بالنسبة لكم أنتم بنك الأسرة، شن أملوا فيه نحن كمجتمع موريتاني؟ جيد، يدعون قاع ياسر من الأسر. بارك الله فينا فيك. على كل حال ومعلمين به، على كل حال ما دمت تطرح لي نختار نتكلم معك بالحسانية، مبسطة الأمور شوي للمشاهد الكريم اللي في الحقيقة هو يعرف العربية. قالوا إحنا مش خاطبوا هاي الفئات اللي تعود معها على مستوى معين من التعليم، اختاروا نتواطبوها بصفة قد تفهمها، لأن مقبلين في المسار إنشاء بنك الأسرة على حملة تحسيسية وإعلامية كبيرة تستهدف شرح وتبسيط مضامين هذه الاتفاقية اللي تم توقيعها ومسار إنشاء هذه المؤسسة المستحدثة اللي ينقالها بنك الأسرة. هذه مذكرة تفاهمية والله الاتفاقية اللي تم توقيعها اللي تتعلق بإنشاء بنك الأسرة، هي اتفاقية ولادية فيها الغرفة الإسلامية اللي هي الراعي الرسمي لهذه المؤسسة، وفيها وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بوصفها هي الجهة مسؤولة عن النساء وعن الأسرة الموريتانية وعن الفئات الهشة بشكل عام، وفيها غرفة التجارة والصناعة بوصفها هي ممثل القطاع الخاص. أهداف هاي الاتفاقية هو لأن أثبتت التجربة لأن دائما المشاريع اللي فيها شراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص أكثر مفيدة من المشاريع اللي جهتها واحدة، والله اللي مسؤوليتها جهة واحدة. لين تعود فهم القطاع العام بإرادته السياسية بوسائله بموارده
والقطاع الخاص بفعاليته وبنجاعه تدخله وحرصه مولي على استدامه المشروع، والقطاع الراعي اللي هو مولي يجذب التمويلات واللي هو الغرفه الاسلاميه. ومن اهدافه ايضا كما قلت في المقدمه على التمويل الاقتصادي دائما يرافقه التمويل الاجتماعي. انا لانك بعض اسره موريتانيه ونسمح لها بالولوج لنظام الصرافه ولا نظام التمويل، انا خلقت عندها والله انشئت عندها والله عززت روح المبادره عندها والقدره على انشاء المشاريع ومتابعتها. فكره هذا البرنامج كيف ما قال الدكتور مولاي ستكون مبتكره، اللي هو بنك الاسره ستكون مبتكره، سوى نموذج. نحن في انشاء بنك الاسره رفقة شركائنا سنحاول ان نقدم نموذجا مبتكرا يركز في الاساس على الصرافه الاسلاميه. لان القروض اللي تنعطى لا تعود قروض خاليه من الربا، ولا تعود قروض حسنه، ولا تعود ما فيها ما عليها فوائد ربويه اطلاقا. هذه واحده. هون نظام مصرفي اسلامي ياسم الاسره الهشه ما عندها القدره للولوج له. نحن النموذج المبتكر اللي نشتغل عليه له يعود عنده خلفيه اسلاميه وله القدره على استقطاب الفئات الهشه. ثانيا له يدخل، احنا تعرفين ان السنوات نتكلم عن تسيير ميزانيه الاسره. هذا له ينخلق بد في ميزانيه الاسره على انكم هذا الدخل اللي تجبر الاسره يسوى هو كم قده، خاصه مستوى معين مبلغ معين منه للادخار، خاصه مبلغ معين منه للاستثمار يسوى هو كم، ما خارج مبلغ ما قد يساهم في عمليه اقتصاديه يسوى شن. لذلك نحن لا نعزو ولا ننمو من روح المبادره عند الاسره الموريتانيه وعند الفئات الهشه. كذلك من اهميه هذا المشروع هو لانه ذي المسار المقبل هذه الفتره الزمنيه الموجزه اللي قلنا لها نحشد فيها الدعم والمناصره من عند ارباب العمل ومن عند القطاع الخاص بشكل عام، اياك لانهم يدخلوا معانا بمشروع هذا البنك. عند منين يلحقوا فتره زمنيه محدده من العمل التحسيسي ومن عمل المناصره ومن تبسيط هاي الاجراءات وشرحها للناس؟ يخلق شيء قالوا جمعيه تاسيسيه لهذا البنك وموريتاني. هاي الجمعية التأسيسية هي الإلهي يصدر عنها إنشاء هذا البنك، اسمه رأس ماله وجهاته وجهزته الإدارية يشتغل بيها مكانه أموره كاملة، لا يتخلق عن عاقب الجمعية التأسيسية اللي يتخلق هون وفي موريتانيا. دوره شنو عند منين يخلق؟ له يفتح التمويل قدام الأسر، كل أسرة إذا قد تصور فإنها تعدل برنامج وهذا البنك وذا المشروع له يعاون الأسرة في تصور دراسة تصور مشاريع، يعدلها دراسة الجدوائية لها، يعاونها في الصيف اللي تعدلها بيها ويواكبها معاها لين تنجح. وعنده غرض نبيل قالوا لمين العام الغرفة غرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة سيد يوسف خلاوي، أن فكرة هذا النموذج أعلنه لا يريد أن يكرر القرض مرة أخرى، معناته أنه مصمم إياك أنه أي قرض أعطاه واحد يكفي أنه ينجح وأنه يستمر، إياك أنك تعطي القرض في آخر، لأنك نحن لا نكرر معطاء القرض. لذلك ستكون الجهاز التدبيري لهذه المؤسسة حريص على أن أي قرض يبرته أسرة وأنه يعطيها ظروف اللي تمكنها بأنها تستمر وأنها تستدام أن القرض يستمر وينجح. هذه هي بشكل ملخص فكرة بنك الأسرة والمسعى اللي ساعده. فهم رواية ما قلتها لأن هذا الملتقى بنك الأسرة هذا والوقف الأخضر هذه مشاريع اجتماعية. لذلك حظينا في القطاع برعاية سامية لسيد الأولى كانت حريصة على أنها تشارك برعاية هذه المشاريع الاثنين اللي على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للفئات الهشة. وأعلن هذا الملتقى تميز بحضور شخصيات رفيعة نذكر منها واحدين، نذكر منها الأمين العام المساعد للمنظمة التعاون الإسلامي ونذكر منها الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، ونذكر منها نموذجين رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في تشاد ورئيس غرفة التجارة والصناعة في النيجر، وكان الحضور فيه من دول الساحل ومن معنيين كاملين حدود أكثر من 20 شخصية. موريتانيا من أهمية عندها هذا الملتقى استضافته واستقبلتهم معالي وزير العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، ختموا يامس باستقبالهم بفخامة رئيس الجمهورية في القصر الرئاسي، وثبت لهم وأكد لهم أهمية هذه المشاريع الاجتماعية عند الدولة الموريتانية ومضي الدولة الموريتانية قدما في هذا التوجه. داهي نزيد لك شوي يقد يقول لي حد مثلا أنا قاعد اشرت لها قبل شوي عن دور الأطراف المشاركة في توقيع هذه الاتفاقيات، وقعوا الأطراف الثلاثة كلهم عنده دور كلهم عنده دور يلعبوا من أجل وضع
والله بدء تنفيذ المشاريع اللي موقعة. مثلا الوزارة هي ذراع تمكين الشرائح الهشة تطوير آليات الدمج الاجتماعي، وهي تعمل في الحملة التحسيسية على تعزيز تبسيط هذا الفئات الهشة وشرح لهم وتبسيط لهم إياك أنهم يقدوا، لأن بدون فهم الفئات الهشة والأسرة الموريتانية لأهمية هذه المشاريع لن ترى النور ولا تنجح. نحن جايين المسار متعثر ولا نبقوا نفشل فيه، لذلك لا بد من الأسرة الموريتانية تعي جيدا أهمية هذا البنك وتنخرط فيه. صحيح أن موريتاني ما يمكن أن نعرف تمويل الأسر، نحن من منتصف التسعينات وإحنا فائحين في القرض والإدخار وصناديق التمويلات الخفيفة والتمويلات الصغرى والمشاريع بدون الدخل. يقلين تلاحظي لاحظوا أنها ما فات وصل النتائج اللي راضين نحن عنها، ما فات وصل النتائج اللي راضين نحن عنها، لأن فهم دول قد تنهض وتخفف من معدلات الفقر فيها عن طريق التمويل الأسر، كيف تبنى تجربة بنغلاديش مع جرامين بنك بنوك الفقراء تجربة بنغلاديش. في المغرب تشكلت قروض صغرى رافعة كبيرة للاقتصاد الوطني، كذلك في السنغال. نحن القروض الصغرى اللي شبيها ما تشكلنا رافعة على الاقتصاد الوطني وشبيها ما تعود عامل مساهم في التخفيف من الفقر، لأن الأسس المبنية عليها دائما ما يقيم فيها البعد الاجتماعي، وهذا هو كان السبب اللي جعل وزارة العمل الاجتماعي تعود هي الراعية لهؤلاء الاتفاقيات الثنتين، وتعود هي الذراع الحكومي اللي نفذ هذه الاتفاقيات الثنتين. شكرا. شكرا جزيلا. نرجع لكم الأستاذ مولاي عبد القادر، أهمية هذا النوع من التمويلات بالنسبة لنا كشعب موريتاني قد نعود ياسر من هذه التجارب ما قط وعدلت فين. والله طيب شفتي هو المشكل الأساس في التمويلات الصغيرة كيف ما أشار له سيد المكلف المهمة سيدي هو الضمانات. نحن أول شيء أي مؤسسة مالية عندما تقرر أن تقرض يعني زبونا أول شيء تسأل عن الضمانات. نحن نعرف جيدا أن الفئات الهشة غالبا ليست لديها ضمانات، على المشكل المطروح للتمويلات الصغيرة في بلدنا وفي إفريقيا عامة هو مشكل الضمانات. هذه الصيغة التي سنقدم من خلال بنك الأسرة هي يعني صيغة تأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع، وعندها حلول، لأننا توصلنا اليوم في مجال الصرف الإسلامي وفي مجال التمويلات الأصغر إلى ضمانات مبتكرة يعني تمكن الزبناء من الحصول على قروض حتى وإن لم يكن عندهم يعني عقارات أو شيء من هذا القبيل. نحن فقط أريد أن نواصل في شرح بعض الأمور. نحن بالأمس اجتمعنا مع اللجان، يعني كان هناك اجتماع للجان المكلفة بتنفيذ بنك الأسرة في دول الساحل الخمس. يجب أن نعرف أن بنك الأسرة هو مشروع لدول الساحل الخمس، وبما أن موريتانيا خطت خطوات متقدمة جدا في هذا المجال، حيث أن وزارة العمل الاجتماعي أقامت كل ما هو مطلوب، نفذت كل ما هو مطلوب من أجل أن تكون موريتانيا متقدمة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية، بالتعاون مع البنك المركزي أيضا. نحن اليوم في مرحلة متقدمة جدا، وهذا ما يجعلنا أول دولة سينفذ فيها المشروع في فترة وجيزة جدا. نحن بالأمس اجتمعنا مع اللجان المكلفة بتنفيذ مشروع بنك الأسرة في دول الساحل الخمس، واتضح جليا أن موريتانيا تقدمت كثيرا على بعض الدول، لأن بعض الدول حتى الاجتماعات الأولية لم تبدأ بعد. نحن ما شاء الله منذ سنتين نظمنا كل ما هو مطلوب، يعني موريتانيا نفذت كل ما هو مطلوب من أجل أن نصل إلى فتح بنك الأسرة في موريتانيا. والاتفاقية أيضا هي ثمرة هذا الجهد، لأننا وصلنا إلى المراحل المتقدمة. اليوم يجب أن نطرح خارطة الطريق لتنفيذ البنك في أسرع وقت، ومن المؤكد أن سنة 2013 بإذنه تعالى 2023 ستكون يعني سنة تنفيذ المشروع. هنا فقط أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا، أن الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة هي ذراع لمنظمة التعاون الإسلامي، وهي يعني مؤسسة دولية لها خبرات متطورة جدا في مجال التمويل وفي عدة مجالات،
وهي التي كلفت من منظمة التعاون الإسلامي بتنفيذ المشروع في دول الساحل الخمس. بالطبع موريتانيا غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية هي عضو في الغرفة الإسلامية وعضو في مجلس إدارتها، لأن الرئيس أحمد بابا والعلي رئيس الغرفة التجارة والصناعة الموريتانية هو عضو في المكتب التنفيذي للغرفة الإسلامية. كنا في شهر يوليو الماضي كنا في مسقط في اجتماع المكتب التنفيذي للغرفة الإسلامية، وكنا يعني على علم بكل ما توصلت إليه الغرفة الإسلامية بما يتعلق بالتمويلات وجذب المستثمرين لهذا المشروع. أريد فقط أن أختم بكلمة أن غرفة التجارة والصناعة والزراعة هي ممثل للقطاع الخاص في موريتانيا ولها دور مهم، لكن بالتعاون مع وزارة العمل الاجتماعي المشروع سيكون يعني في 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 طريق صحيح، وسيتم تنفيذه كما أشار سيدي لاستفادة الفئات المستهدفة منه. لأننا عندما نتحدث عن الفئات المستهدفة من المشروع مباشرة نتحدث عن وزارة العمل الاجتماعي التي تقوم بدور يعني أكثر من رائع في هذا الصدد، ولست أنا مخولا لأن أقيم ما توصلت إليه. في نفس الوقت يعني يمكن أن نقول نفس الشيء بالنسبة لمشروع الوقف الأخضر الذي هو أيضا مشروع مهم وتنفيذه سيكون يعني بإشراف من وزارة العمل الاجتماعي وطهولة والأسرة. شكرا جزيلا. نرجع لكم الأستاذ سيدي بخصوص دائما بنك الأسرة سابقا تخطاه ياسر من الناس ترك اللي تابعنا اللي يعود يختار يعرف طريقة الولوج هذا بنك الأسرة طريقة الاستفادة منه. جيد يعني جابك عليها خلينا ننسى الوقف الأخضر. شوف المواطنة اللي صنتنا واللي شاهدنا وسامع هاي قضية بنك الأسرة ومثلا باهر ولا يعرف صيف اللي يستفيد منها، نحن قلنا لن اللي يعدل الآن توقيع اتفاقية إنشاء بنك الأسرة، وقلنا لن في عمل تحسيسي مشترك يعني ينقام به تبسيط هذه المؤسسة لإجراءات الاستفادة. حاني بعد تخلق الجمعية التأسيسية اللي هي مخولة بوضع دفتر الالتزامات ومخولة بوضع إجراءات العملية لاستفادة الأسرة الموريتانية من خدمات هذا البنك. اللي نقدر نقول لك أن بنك الأسرة أصبح واقعا، ولأن إنشاؤه سيكون معه له يقبل تقريبا 6 أشهر. الدكتور قال لك 2023 هي تقريبا 6 أشهر، لأن مسار الحملة التحسيسية عادة عاقب توقيع الاتفاقية يعطوه هامش تقريبا حدود 6 أشهر. 6 أشهر شيء يخلق فيها شرح هذا البنك أهدافه وغاياته والمردودية منه، مردوديته للاقتصاد الوطني ومردوديته للتنمية الاجتماعية الموريتاني ومردوديته للفئات الهشة أنفسهم واللي هم يعتبروا شركاء فيه. كذلك لا يتم استخدام هذه الفترة أيضا في حشد تمويلات وإقناع القطاع العام بأنه يعود شريك في هذه المؤسسة اللي لا تعود مؤسسة مساهمة. طبيعة الحال تعود نسبة كبيرة للدولة منها تقريبا حدود 51 مليار، 51% منها حق للحكومة الموريتانية و49% للقطاع الخاص. فهمتي؟ اللي نفوت تخلق الجمعية التأسيسية اللي ينطرحوا المساطر الإجرائية والإجراءات ساد اللي مثلا حد باسم حالك حد يستفيد منه يغير نقدر نقوله أنه هو لن يخرج عن إطار التمويل الأصغر اللي يرتكز على مبادئ الشريعة الإسلامية ما هو ربوي والغرض منه هو تثقيف الأسرة الموريتانية اقتصاديا واجتماعيا وتنمية وتحفيز روح المبادرة الاقتصادية عندها ومساعدة على إنشاء مشاريع صغيرة. قلت لي قبل شنو هذا التمويل الأصغر لين نزيدك مؤشر كمي التمويلات يفاصل بيناتها تقريبا بعاملين، عامل رأس المال وعدد العمال. التمويل الأصغر عادة ينقاس به اللي مشروع أصغر مشروع صغير. المشروع الصغير بس ما حالا فاصل كان هذا مشروع صغير كانوا متوسط كانوا كبير. المشروع الصغير يميز عن طريق رأس ماله وعد العمال فيه 1 ولا 2 رجاج ولا 2 وعد رأس مال حدود عادة وعد حدود بين 200 إلى 300 دولار على سبيل المثال. هذا حسب تجربة جرام بنك بنوك الفقراء بنغلاديش. يعني هو مؤسسة تقول مؤسسة أسرية مثلا قد نعطيك تصور أسرة مثلا تقدر تعدل مشروع صغير بيع كسكس إنتاج وبيع كسكس إنتاج وبيع العيش على سبيل المثال. يقدروا يعدلوه صباغة يقدروا يعدلوه مشاريع مبتكرة يعني مطعم خدمات فندقية فاست فود يعني مشاريع خفيفة
وتقد الأسرة تعدلها هي من رأسها، ولهي محتاج الاكتتاب عمال كبير يكون في مرحلة معينة يعود يقدوا لين ينجح المشروع، وطبيعة الحال إنه لهي يستقطب القطاري ويستقطب عمال جديد. هذه هي فلسفة التمويلات الصغيرة، ولهي تعود مثلا هاي الأسرة تعود عندها فكرة برنامج غير ما مشروع غير ما عندها باش تموله، ولا عندها لا مولته ما في من مواكبة. نحن لنا سنوات كل مع المشاريع المدير الداخل تجربة موريتانيا، وعندنا تجربة كبيرة في التمويلات الصغيرة، يعني خارجين عاملين، وما نعودوا صريحين مع روسنا، خارجين عاملين مع الأسف ما ينقضوا بعين الاعتبار كما يجي. شنو هما؟ واحدة دراسة جدوائية للمشاريع. أنت أنا يتوزع لي مجموعة مول لي مجموعة المشاريع، ماني معدل دراسة جدوائية، ما أعطيتنيش من الفضاء قلت لي وكلهتو لي أنا دخلت في هاي المشروع ما نعرف هو شنو. بنك الأسرة سيضع حسبان لهذا النوع، ما لا يخلق مول مشروع ما عنده دراسة جدوائية مبنية على معايير علمية. لأن كي ما قال لك مولاي نحن نتكلم عن نموذج مصمم من أعزد من ألف إلى ياء، مصمم تصميم جيد ويقال بعين الاعتبار جميع الإكراهات المتوقعة أن تقد تخلق، لأنه مصممين وخبراء في المجال. ثانيا أنا نعود أنا قاعد ما عندي أصلا ثقافة في القرض، ولا ثقافة في الادخار، ولا ثقافة في التسهيل، ولا ثقافة في التدبير، ولا ثقافة في الميزانية، ولا ثقافة في الصرف، ولا ثقافة في التجارة. أنا بسم حالة تقول أنت هاك الفضاء عدل بها المشروع، ده بلا معنى. هذا المشروع سيواكب هذه المرحلة بتكوين، ما هو رياضي مشروع لنقاش، ما هو مكون عليه ومثقف وعنده خلفية قد ينمي به هذا المشروع لا يمول. كذلك أيضا نعيا ونعطوا مبلغ كبير من المال لنقاش، طاقته هو قاع ما هي مساعدته لأنه قد يسير هذا المبلغ الكبير. أنا مثلا نعود عندي فكرة أني كنت نعدل صناعة الأحذية في المنزل، تقبلت تعطيني 4 ملايين ولا 5، أنا لين عدلها شنو؟ كنت عندي مشروع اني عندي تخمام اني عدد مشروع نبيع كسكس نربح 2000 للنهار ولا 3000 للنهار، تعطيني 5 ملايين. انا اصلا ما نعرف التسيير ولا نعرف التدبير، وانا خلفيتي رانك تعرفيه، معناته ان البنك موجه للناس اللي ما عندها اصلا القدره على ولوج التمويلات الكبيره ولا المتوسطه، وقدراتهم اللي هي في مجال التسيير والتدبير حاجه لان حد يواكبها محدوده، حاجه لان حد يواكبها في نوع المشاريع. أنا راني ما معناته إن التمويلات المتوسطة والكبيرة ما هي مهمة، هاي مهمة حتى غير مهمة لهلها وحد عنده الهش. وإحنا لين تشوفي سياسة النظام على إنه ما يبقى حد ما شارك في العملية التنموية، الناس اللي عندها مشاريع كبيرة تشارك فيها، والناس اللي عندها مشاريع متوسطة تشارك فيها، والناس اللي ما عندها قدرة على شيء ينخرقوا لها مشاريع اللي تشارك فيها. هذا هو معنى ما لا يبقى حد ما خرط في المسار التنموي، هذه واحدة. ثانيا أعلن الذي خلقنا في الدين أن الأسرة ككيان إنه قابل لأنه هو كوحدة. نحن نتكلم مثلا عن الأسرة المنتجة، تسمعين مفهوم الأسرة المنتجة؟ تعرفين مفهوم الأسرة المنتجة شنو؟ هاي اللي مشاريع صغيرة تعود فهم مشروع والله منتج تساهم فيه الأسرة، الأب والزوج، الأب والزوج والزوجة والأبناء يشاركوا، هما كانوا يتضامنوا. الأب الصائرة كالأبوئيهم والزوج ولا الزوج؟ شوفي هو الزوج والزوجة والابن مثلا، هذه اسره هم المفروض يقعدوا عندهم بو ثاني جدو يقعدوا ساكن معهم تاكل فيه يتغلطيني. المهم الاسره تعود كامله، تعود تساهم هي في انشاء منتج والله مشروع صغير كلهم يساهم فيه. وهذا العالم العربي معروف فيه برامج الاسر المنتجه، وتروح لهم مسابقات. موريتانيا قد شاركنا فيه 2015، فهم اسر تعود عندها منتجات خاصه بها هي تساهم فيها هي، فهمتي؟ هذا البنك يستهدف النوع من الأسر المنتجة، ويدور يخلق بينهم روح تنافسية، وتم كل عام تكرم الأسرة الأكثر إنتاجية واللي مشروع عنجي. يعني سيدة نبتو موجه للأسر، والأسرة طبيعة الحال من فئات الهشرين، اللي فئات قاعد ما يهشها ما يعنيها ديك عندها ضمانات قد تمشي تقص البنك تقبع مليار إلى أبقات الصحة. نحن نتكلم عن الناس اللي ما عندها ضمانة، الناس اللي ما تقيس أي بنك من هاي البنوك الوسيطة ولا البنوك الأورية اللي عندها ما تقيسها، الناس اللي ما قد تستفيد ما هم هذا الشكل. وبطبيعة الحال تصميم هذا النموذج اللي نتحدث عنه سيشكل رافعة المشاريع التنمية التمويلات الصغرى أخرى، سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام. نحن في الوزارة لدينا برنامج تمويلات مدير الدخل، سنستفيد من هذا النموذج من تحسين مردودية المشاريع اللي كانوا عندنا. نحن لدينا أيضا كمؤسسات تمويل أصغر تابعة الوزارة وعندها شراكة مع الوزارة، ستستفيد من هذا النموذج المحسن، وهذا النموذج اللي مدروس بشكل علمي من طرف خبراء. واضح، شكرا جزيلا. لا تخلينا نسعى البنك عن التمويل الاخضر ان شاء الله ولينا نرجع له. بالنسبه لكم انتم الوقف الاخضر، انتم ظلك في صدد 6 شهر سابق يبدا اي شيء من ذا،
نختي نعرف كانكم تبداتوا حمله تحسيسيه للناس اللي تقدر تشارك في الوقف الاخضر، ناس الحمد لله اللي عندها الزكاه عندها الفضل تقدر تتعدل بها اوقاف ياكنها تستفاد. بالنسبه لتحصيل الاموال بالنسبه للوقف الاخضر هي يعني مساله حلت مسبقا لانها ليست مطروحه، ليس اشكال، يعني توفير الاموال المطلوبه لتنفيذ مشروع الوقف الاخضر يعني هذه مشكله حلت من قبل. يعني نحن الان نتحدث فقط عن تنفيذ الاتفاق، يعني مطلوب ما هو مطلوب من الدوله، ما هو مطلوب من غرفه التجاره، وما هو مطلوب من الغرفه الاسلاميه. عندما يتحمل كل طرف من الاطراف او يعني يبدا في تنفيذ ما وقع عليه، يعني اعتقد ان المشروع يمكن ان يبدا في اسرع وقت. يعني المشكل الاساسي حسب ما عندي من معلومات هو توفير وهو ليس مشكل، لان يعني عندنا مساحات شاسعه في موريتانيا صالحه للزراعه يمكن اعطاؤها للمشروع، لكن هذه اجراءات يعني فيها تداخل بين صلاحيات عده قطاعات، ولكن عندما توقع الدوله على المشروع من التأكيد أن الأمر أنا فقط أريد أن أرجع قليلا إلى تمويل الأصقر، لكنه مرتبط. أنا دائما أقول أن الوقف الأخضر والتمويل الأصقر مرتبطان. فقط أريد أن أرجع إلى تمويل الأصقر وأقول أن اليوم نلاحظ في العالم ككل أن المستفيدين من التمويلات الصغيرة هم زبناء مخلصون ويسددون في الوقت، عندما خاصة النساء هذا بعد مهم. هذه حقيقة وإحصائيات دقيقة في كل دول العالم، حتى في موريتانيا وأنا أعرف جيدا عما أتحدث. أن لكن أنا أنهم هون يلا نطالبوا لهم نعطاو لهم حصتين. كل مثلا ذاك اللي معطي للرجل يقدم امراه تبارك الله. المشاريع عند النساء دائما مضبطه ان شاء الله، دائما ذاك اللي عدله كان مضبوط، ودائما المشاريع اللي عندهم تعود لا مشاريع كيف ما نقولوا بانكابل، معناها حتى شافها يعرف على انها لا يالتهم اول، فيها طابع اجتماعي وفيها اللي قدر من الامور تعدلها. لكن انا اريد فقط ان اقول ان نحن عندنا مشكله الضمانات في 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 موريتانيا وفي افريقيا، وعندنا على المستفيدين من التمويلات الصغيره دائما يسددونه في الوقت، لكن في مشكل اخر هو سعر الفائده. يعني نحن نتحدث عن معاملات اسلاميه، لكن عندما اعطيك بضاعه بقيمه 100,000 اوقيه واطلب منك ان تسدد لي مبلغ 150,000 اوقيه على 6 اشهر، هذه نسبه فائده يعني مرتفعه جدا لقصر مدة السداد وفترة السداد. مؤسسات الأصغر تستفيد استفادة غريبة عجيبة من هذا. والإشكال المطروح هو عندما يكون سعر الفائدة مرتفع، هل يمكن للمستفيد أن يقيم نشاط يمكنه من تسديد هذا السعر المرتفع؟ نحن نتحدث عن المالية الإسلامية، لكن عندما تعطيني بضاعة بمئة ألف وتطلب مني أن أسدد 150,000، بديهي أن البضاعة عندما تكون بطاقات تزويد سأحولها إلى نقود من أجل تنفيذ مشروعي، لكن عندما تطلب مني 150,000 كسداد فهذا مشحف جدا. أنا أرى أن هذه الإشكالية يجب أن تراجع، خصوصا في موريتانيا يجب أن ننظر في هذا الموضوع. عندنا ثلاث نقاط كخلاصة: ضمانات صعبة، يسددون في الوقت، والفائدة مرتفعة. فقط يمكن أن يلخص. نرجع للوقف الأخضر. الوقف الأخضر كما قلت لكم مشكلة التمويل حلت مسبقا، لأن اليوم مجرد يتم تنفيذ كل ما هو في الاتفاقية، غدا صباحا يمكن أن نطلق على المنصة التي تسيرها الغرفة الإسلامية منصة رقمية، نعلن عن المشروع، ورقة تعريفية بالمشروع، المساحة، المستفيدين، خلاص نطلق المشروع، التمويلات موجودة. لأن أي مواطن عربي مسلم يمكن أن يخرج بطاقته المصرفية ويشتري ثلاثة أسهم. العملية يعني تتم في 4 ساعات. المشروع لما نفذوه في دولة أخرى في 4 ساعات، هذا كلام الأمين العام للغرفة الإسلامية الشيخ يوسف خلاوي، ليس كلامي أنا، في 4 ساعات وصل المبلغ المطلوب وزيادة.
وقفوا يعني خلاص. يعني عندما يكون عندك مشروع يمكن تحصيل أمواله في 4 ساعات إذا المشكلة حلت، المشكلة حلت. فقط نقطة أخيرة، عندما نتحدث عن الوقف الأخضر نتحدث عن فئات هشة مستهدفة، هو مشروع زراعي تنموي وقف أخضر، لكن وزارة العمل الاجتماعي بوصفها وزارة عندها يعني عندها عناوين كل تعاونيات ونسوية وتعاونيات شباب وتعاونيات معوقين، هي يعني المخولة بأن تحصل على كل الأشخاص الذين يمكن أن يستفيدوا من المشروع. يعني توقيع الاتفاقية مع وزارة الزراعة ليس اعتباطي، يعني هو مع وزارة العمل الاجتماعي، مع وزارة العمل الاجتماعي ليس اعتباطي، لكن بالفعل فيه يعني مكونة زراعية أكيد. وبما أن العمل الحكومي يطبعه تكامل. حكم التكامل والتضامن فإن وزارة الزراعة أيضا لها دور أكيد. ولكن هذا عن طريق وزارة العمل الاجتماعي التي هي عندها يعني لباز دوني قواعد البيانات، قواعد البيانات المتعلقة بالفئات الهشة هي التي يمكنها أن تنفذ المشروع. لهذا السبب وقعت وزارة العمل الاجتماعي باسم الحكومة الموريتانية. طيب هون سابق نعطيكم لهنا نصور، كان الوقف الأخضر مرتبط دائما بزراعة هذه الأشجار اللي ذكرت أنها كنموذج شجرة مثمرة تعود وقف صاحبها، والله كانوا قد يعود عن هو الهدف منه الأساسي. هذه نقطة مهمة، الهدف الأساسي من الوقف الأخضر هو الاكتفاء الذاتي من الفواكه والخضروات والأشجار المثمرة بصفة عامة. المشروع قصته بسيطة، أنا سأستثمر $100 من أجل شجرة مثمرة، يمكن أن تكون شجرة من العنب، شجرة من التفاح، وفي النهاية يعني حاجيات كل بلد هي التي تحدد ما سيتم زرعه. نحن في موريتانيا مثلاً نعرف ما هي حاجياتنا من المواد من الخضروات والفواكه ومن أي منتوج زراعي آخر. إذن عندما يبدأ تنفيذ المشروع وهذا مبوب عليه سنحدد بالضبط ما هي يعني الفواكه والخضروات لأنه خاص بالزراعة، ما في مثلا حفر الآبار، ما في لا هو الوقف الأخضر مشروع زراعي. طيب واضح، تفضلوا أستاذ سيدي. أنا كنت أريد أن أقول أولا بأن بإضافة الأهداف التي ذكرها الدكتور مولاي حول الوقف الأخضر أنه عنده أهداف أخرى، والله إيش من الزاد قد نقوله، لأن مثلاً هو حاجة التمويل الاجتماعي، إن التمويل دائماً يعتمد عنده طابع اجتماعي. أي تمويل نحن لا يقولوا الاقتصاديين نحن لا نقوم بصناعة الاقتصاد من أجل الاقتصاد وإنما من أجل الإنسان، يعني أي عملية اقتصادية ما مقبول فيها البعد الاجتماعي مكتوب عليها الفشل. كذلك فهم رواية قال الاقتصاد الأخضر، هذا الاقتصاد الأخضر الاقتصاد المملي من يعتمد عنده أبعاد أخرى بيئية، أبعاد مكافحة التصحر والتغيرات المناخية. هذه الأهداف، هذه أهداف سامية عن مشروع الوقف الأخضر، أنه يحقق الأمن الغذائي وأنه يساهم مكافحة التصحر وأنه يساهم في مستوى تأثير التغيرات المناخية ويطرح لبنة فيما يتعلق ينقال له الاقتصاد الأخضر. أيوة، لأن هذه المشاهدات كاملة المقصود منها الفئات الهشة ينجعلهم ملهومة والمحور الأساسي في هذه فكرة الوقف الأخضر. في جزئية شارك بها الدكتور مولاي وقد أحد المشاهدين يشيد به، لأن مثلاً الوقف الأخضر الزراعة قطاع العمل، هذا النظام عنده ميزة تكامل العمل الحكومي. لذلك قد أحد يقول مثلاً شفنا ياس من اللجان طبيعي به اللي ما فهم أي موضوع تعدوا هاي الحكومة ما فيها أكثر من قطاع. نحن في قطاع العمل الاجتماعي عدلناها ما يتعلق بالتعليم العالي والمدرسي، لأن لجنة متعدد القطاعات أي حد كامل عنده صيل بالتعليم المدرسي تم إشراقه. حتى لا تطرحي بالك في العنوان اللي كاتبه مثلا تقولي لجنه متعدده القطاعات، لماذا متعدده القطاعات؟ لان فيها اكثر من قطاع حكومي معني به. مبدا التضامن والتكامل عند العمل الحكومي ميزه من ميزات هذا النظام، يعني ما مثلا في تنفيذ برنامج الوقف الاخضر وهذا منصوص عليه في الاتفاقيه ان الحكومه الموريتانيه ممثله وزاره العمل الاجتماعي تستفيد من تجارب جميع القطاعات الحكوميه اللي عندها علاقه بالزراعه واللي عندها علاقه بالمساحات واللي عندها علاقة باليد العاملة واللي عندها علاقة بالشغل. أي قطاع حكومي عنده صيلة من قريب أو من بعيد بعملية الزراعة أو بالأمن الغذائي سيكون شريكا في تنفيذ هذا المشروع.
هذا فقط للإنارة. ونحن نعتقد أيضا بأن مشروع الوقف الأخضر عندنا أيضا وزارة الشؤون الإسلامية لديها مؤسسة عامة للأوقاف وهي ستكون شريك أساسي بطبيعة الحال. نحن مثلا الوقف ما هو مثل طاري في موريتانيا، نحن دولة إسلامية وعندنا مؤسسة الأوقاف وعندنا وقف، عندنا وقف مثلا يقعد من المرص، عندنا وقف مثلا القطع الأرضية، عندنا وقف المؤشرات الأخرى، عندنا مولي وقف أخضر. فهمتي؟ هذا يعني ما في شيء جاينا من كأنه ما قد تخلق، العكس قد تخلق، ما قد تخلق في الوقف الأخضر. وهذا أحد المشاريع المعروفة عند الغرفة الإسلامية كما قال الدكتور مولاي، وقال طبقت بلادات أخرى وموريتانيا مولي أيضا. وهذا هو دائما هاجس نحن كحكومة، أن دائما نشوف الجديد، نشوفه جديد انتم، ونبدع، نحاول نبدع في خلق المشاريع، بإنشاء مشاريع تكون عندها مردودية والخلفية دائما، وهنا نختار مشاهد طبري الخلفية دائما لفئات الهشة والناس الضعاف والناس اللي ما عندها الولوش سوق الشغل والمشاريع الكبيرة. دائما هي هاجس هاي الحكومة، وتفكر دائما في صفة قد تنتشرها بها من الفقر وتحسن بها من دخلها وتحسن بها من مردوديتها وتعاونهم اللي في ضبط ميزانيتها. واسمحي لي هنا نفتح قوس ان اللي من الصبح كامل نقوله نراجعوا فيه شو ميزانيه الاسره، سواء تعلق الامر بالتمويلات الخفيفه او التمويلات الصغيره او التمويل الاصغر او متناهي الصغر، وسواء تعلق ايضا بالوقف الاخضر. هذا كان مركز على ميزانيه الاسره. هاي الميزانيه الين ما تنضبط ضبط جيد وتسير تسيير جيد وينحال دون الاسراف والتبذير وذيك المسلكيات اللي نعرفها نحن، نحد منها. وهون راح نقول ان الدعوات اللي صدرت من الحكومه من النظام الماضي انها ليست عبثا، وإنما هي دعوات مبنية على أهمية تدبير وترشيد والتسيير المعقد لميزانية الأسرة، لأن مدة ميزانيتها ماشية في التبذير والإسراف ما تقدر تعدل مشروع أصغر ولا مشروع أكبر. واضح، شكرا. ولا تساهم أي مساهمة في الحياة الاقتصادية. شكرا جزيلا. سابق الختام أستاذ مولاي عبد القادر، عاد فم إضافة اختيار ضيف من أجل تنوير المشاركين كاملين في هذا. لا، لينا لنضيف فقط على اللي بصفي نتكلم عن اتحاد غرف التجارة والصناعة وعن غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية. نأكد دائما على أن غرفة التجارة الموريتانية بصفة عندها رئاسة اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في دول الساحل الخمس، على أنها تلعب دور مهم في جذب الاستثمارات الموريتانية وتسهيل التواصل بين الشركاء الأجنبيين وشركاء المحليين. يجب أن نعرف أن اتحاد غرف التجارة والصناعة الدول الساحل الخمس على أنها مؤسسة تمكن رجال الأعمال في فضاء الساحل من التواصل وتنفيذ مشاريع في هذا الفضاء. نقطة أخيرة هو أن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة برئاسة المهندس أحمد بابا والعلية هو اتحاد اليوم ينفذ مشروعين كبيرين في فضاء الساحل في دول الساحل الخمس. المشروع الأول هو لدعم صمود مؤسسات الشباب، والمشروع الثاني هو مشروع لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة وتمكينها من الولوج إلى الصفقات العمومية، إلى المشاركة مع المؤسسات الكبيرة في الصفقات العمومية. تحدث عن مشروعين تم تمويلهم من طرف البنك الإفريقي للتنمية بغلاف مالي قدره 9 ملايين دولار. باختصار يعني المشاريع التي نتحدث عنها، مشروع الوقف الأخضر ومشروع البنك الأسرة، هي مشاريع مهمة جدا لموريتانيا، لكن بتكاتف الجهود سنصل إلى مشاريع أكبر ومهمة. شكرا جزيلا. تفضل سيدي. أنا فقط في كلمة أخيرة نبقي نشكر جميع موظفي وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، شكر خاص معالي الوزيرة. نجاح هذا المنتقل اللي صيفت اليوم آخر ضيوف اليوم واللي تم تنظيمه في ظروف جيدة. أشكر السيدة الأولى لقبول رعايتها لهذا الملتقى، ونأكد لأن هؤلاء المشاريع الاثنين اللي تم اتفاقهم إن شاء الله سيرون النور قريبا، لأن هناك إرادة سياسية سامية أنهم يبدأ تنفيذهم في أسرع وقت ممكن، وأنهم يريدون شكل إن شاء الله وإضافة للعمل الاجتماعي في موريتانيا. شكرا جزيلا. بهذا مشاهدينا تنتهي هذه الحلقة من برنامج هذا المساء. أشكر باسمكم ضيوفي الكرام سيد سيدي سيد أحمد البكاي، سيدي بويادة المعروف بها دائما في الإعلام، مكلف بمهمة رئيس اللجنة الوطنية متعددة القطاعات لمتابعة مسار إنشاء بنك الأسرة في موريتانيا. شكرا جزيلا لكم. أشكركم أيضا السيد مولاي عبد القادر مولاي إسماعيل منسق غرف التجارة والصناعة في دول الساحل الخمس. شكرا. وعضو اللجنة. شكرا جزيلا.
أشكركم أيضا مشاهدين على حسن المتابعة، تحية من فريق العمل، دمتم بخير وإلى اللقاء.